بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. أنا نور ودي قناتي، وأتمنى لو عجبتكم وصفتي النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي. وصفتي النهاردة هتكون طريقة عمل بخاخ طبيعي هتستخدميه كل يوم على الشعر قبل النوم بدون غسل وبدون رائحة بمكون سحري. هيكون المكون ده هو ورق السدر. المكون ده فعال جدا في منع تساقط الشعر وإطالته وتكثيفه، وكمان لو شعرك ما بيطولش هيزود شعرك بجنون. كمان ورق السدر ده بيقضي تماما على قشرة الراس والحكة وفطريات فروة الراس، نتايجه هايلة جدا. ورق السدر ده من أروع الوصفات الطبيعية اللي ممكن تستخدميها لشعرك. نبتدي بقى نشوف الطريقة والمكونات. أنا هحتاج بقى لورق السدر أو النبق، وده بنجيبه من عند العطار، وده بيكون شكل الورق. وكمان ورق السدر ده مش بيكون غالي خالص. السدر ده بيكون مفيد جدا للجسم وللبشرة وللشعر، فوائده بلا حصر. ولو شعرك بقى خفيف او بيتساقط او عندك فراغات او عندك قشرة راس او عندك حكة في فروة الراس، ده هيكون الحل المثالي والفعال. هيخلصك تماما من تساقط الشعر وهينبت الفراغات، كمان هيخلصك من قشرة الراس والحكة في فروة الراس، نتائجه وهمية. كمان لو شعرك ما بيطولش هيكون ورق السدر ده من افضل الوصفات الطبيعية اللي هتساعد شعرك على النمو وهتزود طوله في وقت سريع جدا. هحتاج بقى هنا لأوراق السدر، وأنا جففتها في الأول علشان لما أجي أطحنها تبقى سهلة جدا في الطحن. أسهل حاجة بقى ممكن استخدمها في طحن ورق السدر هتكون مطحنة التوابل، وطبعا أنا جففته كويس فهيكون سهل جدا في الطحن. هبتدي بقى دلوقتي أضيفه في المطحنة. هبتدي بقى أضيف كمية كده من أوراق السدر، وهبتدي بقى أطحنها دلوقتي لغاية ما تنعم كويس جدا وتبقى زي البودرة. ده بيكون بقى شكل اوراق السدر بعد ما طحنتها. شايفين بقت ناعمه ازاي؟ لان انا جففتها فبقت سهله جدا انها تطحن ناعم كده. شوف شكلها كمان. انا هاخد بقى معلقه واحده بس كده مليانه من بودره السدر المطحونه، ودي الكميه اللي انا محتاجاها، والكميه الباقيه دي انا بحتفظ بيها في برطمان يكون من الازاز لغايه ما اجدد الكميه تاني فباخد جزء تاني وهكذا. لعمل الوصفه بقى نحتاج لكوبايه من الميه المغليه، لازم تكون الميه سخنه جدا ومغليه، ومعلقه من بودره السدر المطحونه. هجيب بقى برطمان يكون من الازاز او كوبايه، وهبتدي اضيف فيها في الاول معلقه السدر المطحونه، وبعدين هضيف عليها كوبايه الميه المغليه. بسم الله. بعدين هقلب المكونات كده مع بعض. بعد كده بقى هغطي البرطمان، ولازم اغطيه كويس عشان فوائد السدر ما تخرجش من بخار الميه. بعد كده بقى هسيب المكونات دي منقوعه مع بعض كده لمده ليله كامله من بالليل لغايه الصبح علشان الميه تاخد كل فوائد السدر ده، وطبعا هسيبها متغطيه كده لغايه الصبح. بعد بقى ما سبت المكونات لمده ليله كامله، ده بيكون شكلها. شايفين الميه اخدت نفس لون ورق السدر؟ شايفين شكلها؟ كمان اكيد اخدت كل فوائد ورق السدر كمان. هصفي بقى دلوقتي الميه دي من اوراق السدر المطحونه اللي موجوده فيها لان انا محتاجه الميه بس. هبتدي بقى كده. بسم الله. وهضغط كمان على الاوراق اللي نزلت دي علشان انزل كل الميه اللي موجوده فيها واخد كل فوائدها. انا صفيتها بقى كده خلاص كويس، وكده خلاص الميه بتكون جاهزه. هجيب بقى دلوقتي علبة تكون سبراي، ودي افضل حاجة ممكن تستخدميها علشان تبقى سهلة جدا في الاستخدام على الشعر. وغسلتها كويس جدا ونشفتها، وهبتدي بقى اضيف فيها ماء السدر. انا ضفت بقى كده ماء السدر في الازازة، بس قبل ما اقفل بقى عليها، لو شعرك دهني هتستخدمي ماء السدر زي ما هو كده، بس لو شعرك جاف هتضيفي على ماء السدر ده معلقة من زيت الخروع او معلقة من زيت جوز الهند، لان ماء السدر ده بينشف الشعر شوية، فانت لو شعرك جاف هتضيفي معلقة من زيت جوز الهند او زيت الخروع علشان يرطب شعرك. وده بيكون بقى الشكل النهائي لبخاخ ورق السدر السحري. الكمية دي بتكون صالحة للاستخدام لمدة أسبوع، وبعد الأسبوع لازم أجدد الكمية تاني، فيفضل إن أنا أعمل كمية تكفي لمدة أسبوع زي الكمية اللي أنا عملتها دي، وبعد كده نجددها تاني. طريقة استخدام بخاخ ورق السدر:
مخاخ ورق السدر ده انا بستخدمه على الشعر كل يوم قبل النوم مباشره، برش منه على فروه الراس وبدلكها لمده دقيقه او دقيقتين، وبعد كده برش منه على كامل الشعر، يعني بتاكد ان انا غطيت فروه الراس وكامل الشعر بمخاخ ورق السدر ده، وبعد كده بقى بسيبه لغايه الصبح. الوصفه دي بتكون بدون غسل، يعني انت مش محتاجه الصبح انك تغسلي شعرك ولا حاجه، بس كل يوم بتستخدميه على الشعر قبل النوم، مع مراعاه طبعا ان انا بغسل الشعر في الاسبوع مرتين او 3 مرات اسبوعين، يعني بستخدمه كل يوم على الشعر وبغسل شعري في الاسبوع مرتين او 3 مرات. بخاخ ورق السدر ده نتايجه بتظهر بعد شهر على الشعر، يعني بعد شهر من الاستخدام المنتظم كل يوم قبل النوم هتلاحظي النتيجه. النتيجه بتكون هايله وفعاله في وقف تساقط الشعر وانبات الفراغات، وكمان لو شعرك خفيف او بيتساقط هيمنع تساقط الشعر تماما وهيزود طول شعرك جدا، وكمان هيتقله ويكثفه، وهيقضي تماما على قشره الراس وعلى حكه فروه الراس والفطريات. الوصفه دي بتكون سهله جدا في الاستخدام، يعني بتستخدميها بدون غسل، كمان ملهاش اي ريحه تكون مزعجه، بس نتائجها بتكون هايله وفعاله. بس لو شعرك دهني زي ما قلت هتستخدمي ورق السدر زي ما هو كده، بس لو شعرك جاف هتضيفي على ماء ورق السدر ده معلقه من زيت جوز الهند او زيت الخروع علشان يرطب شعرك. وضروري جدا ان انت قبل ما تيجي تستخدمي البخاخ ده ان انت ترجيه كويس جدا علشان كل المكونات تتجانس تاني مع بعض، وبعد كده تستخدميه على الشعر. واتمنى طبعا ان تكون وصفتي النهارده عجبتكم، لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.